ازيكم عاملين النهارده؟ هنبدأ حلقة جديدة في قناة ادمز فلوج ايه، وده هيبقى المفروض شورت فيديو. تمام، طبعا انا طالع النهارده في الفيديو ده واقول اللي انا كنت يعني قلت في كومنت، بتاع حكام بلدنا. لقيت الفيديو ده كده قدامي، كل الناس بتقول اللي يشوف الفيديوهات دي يعمل الانترنت غير محدود في مصر، وانا صراحة عايز الانترنت يكون غير محدود في مصر. فصراحة عجبني الموضوع، وكتبت دخلت كومنت، لقيت الايميل ده جالي الايميل ده. طبعا دي كده حاجة حلوة جدا اللي جالي الايميل ده بالنسبة لي، وانا بقول في الفيديو ده انترنت غير محدود في مصر، عشان هيبقى لو الانترنت بقى غير محدود في مصر هيبقى احسن بكتير. تمام، ده الفيديو اللي كنت طالع اتكلم فيه، وياريت يكون يعني ناس كتير عارفاه ويتعمل له شير لايك سبسكرايب. عايز ناس كتير يوصل لهم الفيديو ده ويجيب اكتر عدد فيوز عشان نقدر نجيب انترنت غير محدود في مصر. تمام، عشان نكون زي باقي الدول، وكمان يكون جايب اكتر عدد من الكومنتات في انترنت غير محدود في مصر. اشوفكم مرة جاية في قناة ادمز فلوج ايه. يلا سلام.